السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. هنكمل الجزء الخامس من حل امتحان تراك الراوت في كورس ال CCNP. المحاضرات اللي فاتت تعالوا نشوف بقى ايه الأجزاء اللي فاتت. خدنا ال Access Disk Triple P Protocols، ال CF Plus ال Fast Switching، خدنا ال Frame Relay Plus ال TCP UDP، خدنا الأسئلة ال Frame Relay وال TCP UDP، وكذلك حلينا أسئلة ال GRE وال Dynamic Multi Point VPN Plus ال EVN ده زائد ال VRF. هنكمل النهاردة في حل أسئلة IP Version 6 Plus ال PGP وال EIGRP وال OSPF. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ده الامتحان كده، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا 34 سؤال. أول سؤال بيقول لك A packet capture log indicates a packet capture log. في رسالة log indicates that several router solicitation messages were sent from a local host on the IP version 6. What is expected acknowledgement and its usage? بصوا يا شباب، الفكره ان انا لو عندي مثلا انا اديت في سبنت اي بي فيرجن 6 2001 مثلا، انا رحت كده ايه على راوتر متصل ب سويتش، والسويتش ده متصل بيه بكذا جهاز بقى. اوكي، الراوتر ده انا اديته على الفاست ايثرنت دي مثلا يونيكاست اي بي فيرجن 6 2001 دبل كولوم 2 دبل دبل كولوم سلاش 64، دي السبنت. اوكي، دي السبنت اليونيكاست. فانا رحت الراوتر هنا اديته 1، فاصبح العنوان بتاعه 2001 دبل كولوم 2 دبل دبل كولوم 1. لو انا عايز اعمل دي اتش سي بي بواسطه الاي يو اي، اوكي، الاي يو اي 64، فانا بالتالي عندي الجهاز ده لو عايز ياخد اي بي هيبعت سوليسيتيشن مسج، والراوتر هيرد عليه برساله اسمها راوتر ادفرتايزمنت. الجهاز بيقول للراوتر انا عايز ياخد، بيبعت رساله اني كاست بتوصل لكل الاجهزه الموجوده على النتورك، عايز ياخد اي بي. الراوتر بيرد عليه اتفضل ده السبنت بتاعتي، دي السبنت الموجوده يا بي سي في النتورك. والجهاز بيجنريت بقى الاي بي بتاعه بالاي يو اي، بيحط الماك ادرس بتاعته في اخر 64 بت. فمثلا لو ده هيبقى ده ال اي بي هيبقى كده 2001 دبل دبل كولوم 2، اوكي، وبعدين دبل دبل كولوم دبل دبل كولوم. الجهاز ده لو هفترض ان الاي بي بتاعه هتبقى بقى عندي 64 بت، اوكي، الجهاز الاي بي مثلا ماك ادرس بتاعه 1111 1111 1111 1111. تمام، الجهاز هيعمل ايه؟ هيقوم واخد الماك ادرس وسكويز في النص ما بين، في ينصص كده الماك ادرس يحط في النص كده اف اف اي، تمام، عشان الماك ادرس 48 بت والاف اف اف اي 16 بت، يديني 64 بت مع ملحوظه انه بيحول البت رقم 7 البت السابع في الماك ادرس اللي هو عند النيبل دي، النيبل اللي هي الرقم الديجيت الهكسا ديسيمال المكونه من 4 باينري ديجيت، فال واحد دي عباره عن 0001. فهيقوم الجهاز محول، خلي بالك ده البيت السابع، 0 دي البيت السابع، انا بتكلم في تحويله الواحد دي، تمام، ده البيت السابع لان المفترض قبليه برضو 1000، تمام، ده البيت السابع. الجهاز يعمل له فليبنج، فليبنج هيحوله العكس، لو كان واحد هيحوله 0، 0 هيحوله لواحد. فمثلا هيحوله هنا واحد، هيبقى واحد واحد، يبقى كام؟ واحد واحد تحت الواحد، والاثنين والواحد دي تحت الاثنين، فيبقى ثلاثة. فهيقول واحد ثلاثة واحد واحد دبل كولوم 1 1 اف اف دبل كولوم اف اي، ويكمل بقى واحد واحد وبعدين دبل كولوم 1111. ده الطريقه اللي الجهاز بياخد بيها اي بي فيرجن 6 ثرو، يعني سيستم ده يعتبر سيستم دي اتش سي بي فيرجن 6. اوكي، يعني الراوتر قال له يا بي سي ادي السبنت بتاعتنا اهي، والجهاز بيسكويز بقى الايه الماك ادرس، بيحط الماك ادرس بتاعه سكويز ما بينه 3 تريبل اف اي، يعني اف 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 اي، ويحول البيت السابع لعكسه، لو كان 0 يحوله 1، لو كان 1 يحوله الى 0، تمام. فلو نبص على الاختيارات بيقول لك router acknowledgement messages will be forwarded upstream where the DHCP server will allocate address to the local host. لا، الاجابه دي مش معانا. المفترض الجهاز بعد دلوقتي solicitation messages
يعني بيقول لك ايه، في سوليسيتيشن مسجز اتبعتت من لوكال هوست، المفترض الراوتر يرد عليه بايه، براوتر ادفرتايزمنت. راوترز اون ذا اي بي فيرجن 6 سيجمنت ويل ريسبوند وذ ان ادفرتايزمنت ذات بروفايدز ان اكسترنال باث فروم ذا لوكال سبنت as well as a certain data such as prefix discovery. هي دي الإجابة بتاعتنا، لأن دلوقتي بيقول لك إن الراوترز الموجودة في الـ IPv6 segment هترد بـ advertisement، هتوضح فيها الـ external path from the local subnet اليونيكاست ادرس، وكذلك هيحدد برضو البريفكس لا سلاش 64 ولا سلاش 48 ولا ايه بالظبط. تمام، فدي الاجابه بتاعتنا. نكمل، بسم الله الرحمن الرحيم. نكست، بيقول لك an engineer has configured the router to use EUI64 and was asked to document IPv6 on the router. The router has the following interfaces parameters: MAC address، اهو وادي السبنت. بيقول لك بقى ان انا معايا السبنت اهو، معايا الماك ادرس، عايزين نشوف الاي بي الاي يو اي 64 اللي الراوتر هيديه. المفترض انا عندي 2001 دي بي 8 دبل كولوم 0 دبل كولوم 1، هيبقى 64 بت. الراوتر هيعمل ايه؟ هياخد الماك ادرس وسكويز ما بينه التريبل اف اي. فالاجابه بتاعتنا فين بقى؟ اول واحد سي 6، اوكي 42 42، تمام. وبعدين اف 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 اي 0 اف، دي المفترض الاجابه الصح. بس خلي بالكو ان الاجابه يعني دي المفترض كده الاجابه الصحيحه اهي. تمام، ولكن سيسكو هنا في الامتحان في هنا غلطه، خلي بالكو في حل، مش في حل الضمب ده، هو اصلا في حل الامتحان اللي انت هتمتحنه. تمام، لان هنا ما حولش البيت السابع، هو هنا ما حولش الاي البيت السابع. انا وريتكم اثبات فعلا ان الراوتر بيحول البيت السابع في الماك ادرس على الراوتر في المحاضره رقم 6 تقريبا او 7 اللي انا شرحت فيها اي بي فيرجن 6. اوكي، ف اوكي تمام، فهو ده الموجود قدامنا. يعني هو ده فعلا الاجابه الصح، لان ده هنا فعلا حط سكويز ما بين الاف اف التريبل اف اي اهي، وبعدين حطها في النص ما بين الاي الماك ادرس، فدي الاجابه الصح بتاعتنا. Which statement about the use of tunneling to migrate IP version 6 is true. Tunneling ان انا لو عندي 2 IP version 6 networks وانا على راوترين، والراوترين الوان لينك ما بينهم IP version 4، انا عايز اعمل نت، يعني هعمل دول ستاك. هنا بيقول لك بقى tunneling is less secure than dual stack or translation. Tunneling is more difficult to configure than dual stack. Tunneling doesn't enable users of the new protocol to communicate with users of old protocols without dual stack. اساسا التونلينج ده بيشتغل مع الدول ستاك. دول ستاك ان انت تخلي الراوتر يشتغل اي بي فيرجن 6 واي بي فيرجن 4. فدي الاجابه الصح بتاعتنا، لان فعلا التونلينج يعني انا لو عندي 2 اي بي فيرجن 6 نتوركس، يعني نتورك اي بي فيرجن 6 على، ودي شفناها في اللاب الاخير اللي هو رقم 27، عندي دلوقتي راوترين متصلين باي بي فيرجن 6 نتوركس، والوان لينك دي اي بي فيرجن 4، عشان اوصل ما بين الاي بي فيرجن 6 نتوركس لازم اعمل تونل اي بي فيرجن 6 ما بين الراوترين، مثلا راوتر 2 وراوتر 1. فبالتالي انا هعمل كده دوال ستاك تونل. فدي اللي هنا بيقول لك بقى ان الهوستس هنا وهنا مش هيعرف يكومينيكيت مع بعض الا لما اعمل الدوال ستاك تونل. فدي الاجابه بتاعتنا. بيقول لك which methods of deployment can use when implementing NAT 64. النات 64، النات 64 ده اللي هو النات من IP version 6، ان جهاز او باكيت جاية من the source address IP version 6، وحول السورس ادرس ده IP version 4. فايه الميثودز دي؟ احنا شرحناها برضو في محاضرة IP version 6 النات 64 دي. الستيتلس، الستيتلس خلي بالكو اللي هي في حاجه اللي اسمها الستيتلس اوتو كونفيجريشن، اللي هي الطريقه اللي احنا اتكلمنا فيها الجهاز عايز ياخد اي بي من الراوتر، دي طريقه الستيتلس اوتو كونفيجريشن اساينمنت. فطبعا حسب بقى اللي ايه الموجود في كتاب سيسكو بريس، انا اقدر النت 64 النت 64 اقدر اطبق معاها الستيتلس او الستيتفول اساينمنت. فدي الاجابه الصح بتاعتنا هنا. اوكي ونطلع قدام. Which functions are completely independent when implementing NAT 64 and NAT PT LDNS LDNS و LNET. اوكي okay.
تمام. هنا بقى the OSPF database of a router shows LSA type 1, 2, 3 and 7 only. Which type of area is this router connected to؟ لو انت عندك area تمام بتعدي او بيمر فيها LSA type 1 و type 2 type 3 وكذلك type 7. فاكرين ال type 7 ان انا لو جيت قلت لك ان انت عملت area total stub ولكن هي متصلة ب external routing protocol area، وعايز اخلي ال routing protocol area ده ال external routing protocol area يعدي ال subnets بتاعته. لو انا مثلا عندي دي مثلا area 2 متصلة ب area 0 وفي router عندي هنا متصل ب ريب، اوكي. فانا لو في راوتر هنا انا عايز اسمرايز النتوركس اللي جايه من هنا من الريب وكذلك من الاي 0، فانا كده هعمل ايه؟ انا كده هطبق ال اس اي تايب. انا اسف، الاريا دي هطبق عليها ان هي تكون توتال ستوب. لكن افرض الاريا دي متصله باي اي جي ار بي تمام، فانا عايزها تقرا النتوركس بتاعت الاي جي ار بي وكذلك تعدي النتوركس بتاعت الاي جي ار بي الاي 0 والريب. فانا كده طبعا تعدي الريب للديستريبيوشن. فطبعا انا هنا هحول الاريا دي لنوت سو ستابي، يعني بحيث ان هي تحول ال اس اي تايب 7. ده يعتبر هنا الادفرتايزمنتس اللي هتمشي اللي فيها ال اس اي اللي فيها معلومات النتوركس الموجوده في الاي جي ار بي دي تعتبر ال اس اي تايب 7، اوكي. فهنا الاريا دي بتعدي ال LSA type 1 و 2 و 3 وكذلك 7 اللي هي not so stubby، اوكي. ده هنا total stub not so stubby area. IP version 6 configured with default. If IP version 6 is configured with default settings on all interfaces, which two dynamic IP version 6 addressing mechanisms could you use to end hosts to provide end to end connectivity? Choose two. ال EUI will SLAAC. تمام، ده الـ stateless auto configuration. فدي الـ الاختيارين بتوعي. ان انا دلوقتي عملت الـ IPv6 اهو تمام، DHCP pool IPv6 DHCP pool على الراوتر، وانا دلوقتي عايز الاجهزة تاخد اي بي، فدي هيعتمد على الستيتلس. انا دلوقتي الطريقه اللي انا لسه شارحها دي الستيتلس اوتو كونفيجريشن اساينمنت، والجهاز هياخد هياخد اليونيكاست سب نت ويسكويز في الاخر 64 بت الاي الماك ادرس بطريقه الاي يو اي. Which types of PGP AS number is 64591 the private AS number؟ ده برايفت اي اس نمبر، لان احنا في محاضره البي جي بي قلنا ان الرينج بتاع 64 من اول 64512 الى 64000 64512 الى 65535 ده يعتبر برايفت اوتونوم سيستم بي جي بي نمبر. اما ما قبل ذلك ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر بابليك. طيب ده كلام جميل. A router with an interface that's configured with IP version 6 address autoconfig also has a link local address assigned. Which message is required to obtain a global unicast؟ دلوقتي هنا which message is required to obtain a global unicast address when a router is present. دلوقتي بيقول لك ان الراوتر عنده IP version 6 interface معمول على IP version 6 auto configuration. Also has a link local وال يعني مكتوب عليه كده IPv6 auto configuration. فدلوقتي الراوتر كده محتاج يعرف ايه اليونيكاست سبنت فين. يعني هو بيقول لك هنا في راوتر اوكي عنده IP عنده الانترفيس دي، انا كتبت تحتها IPv6 address auto configuration auto configuration. فهو محتاج هيبعت كده solicitation وهيستنى راوتر يقول له، يبعت له راوتر advertisement يقول له اليونيك اليونيكاست اي بي فيرجن 6 سبنت اللي احنا فيها ايه. يعني كان الراوتر هنا مكان الايه؟ مكان الهوست ده، صح ولا لا؟ فهنا الراوتر مستني كده الراوتر advertisement، لانه هو بيقول لك which message is required to obtain a global unicast address. ايه المسج اللي الراوتر محتاجها عشان يجنريت global unicast address؟ ده الراوتر advertisement. هنا بقى بيقول لك ايه؟ which option prevents routing updates from being sent to the DHCP؟ which options prevents routing updates from being sent to DHCP router while still allowing routing updates messages to flow to the internet router and the distribution switches؟ انا دلوقتي عندي two routers اهو، ده الانترنت وده DHCP وده الكور تمام.
انا طبعا الكور ده انا سويتش انا، بس انا عم هما الواضح ان هو معمول عليه اي بي شغال كلاير اتالير 3، يعني بقى داخل بقى نو سويتش بورت فاست ايثرنت والكلام، او اي او جيجا ايثرنت نو سويتش بورت، وبعدين خد اي بي ادرس. اني واي انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ بيقول لك which option prevents routing updates from being sent to DHCP router. انا عايز امنع الراوتنج ابديتس ان هي توصل للدي اتش سي بي راوتر while still allowing routing updates message to flow to the internet router and the distribution switches. هو كده مين اللي بيعلن عن ال ده الدي اتش سي بي وده الانترنت؟ اوكي يعني تقريبا هنا في بقى ايه، في او اس بي اف مثلا او اي او جي ار بي بيطبق هنا، ولكن احنا عايزين بقى نمنع الابديتس ان هي تطلع للدي اتش سي بي. طيب ده كلام جميل، هروح مثلا هنا الانترنت انترفيس دلوقتي على الانترنت. اوكي باسيف انترفيس، ادور الاول على الانترنت باسيف انترفيس جيج 0 سلاش 1. لا ده مش معانا، ولا هروح على الكور واعمل passive interface جيج 0 سلاش 0 برضو no passive جيج 0 سلاش 1 سلاش 0. لا برضو يعني اول واحد مش معايا ولا تاني واحد. الكور هنا passive interface default passive interface default. طبعا هنا الراوت في راوتنج بيحصل ما بين السويتش دي اس ديستريبيوشن سويتش 2 ديستريبيوشن سويتش 1 وكذلك الكور، تمام خلي بالكم ده في راوتنج بيحصل ما بينهم. طيب اروح الانترنت باسيف انترفيس ديفولت، لا ثواني بقى ده هنا لازم نركز بقى، الكور في الاختيار الثالث سي باسيف انترفيس ديفولت، وبعدين نو باسيف انترفيس جيجا 0 سلاش 0 و3 سلاش 2 3 سلاش 1 صح كده تمام. هي هو الاختيار سي، هو الاختيار سي ليه؟ لان انا على الكور عملت باسيف انترفيس ديفولت، باسيف انترفيس ديفولت اوكي، فعملت وقفت الابديتس على الاربعه انترفيس بتوع الكور، تمام. هو عايز يعمل ايه؟ عايز يوقف الابديتس فقط للدي اتش سي بي، لكن تروح يروح للانترنت الابديت والابديت يروح للدي اس الدي اس دبليو 2 والدي اس دبليو 1، فانا عايز بس اوقفها على جيج 1 سلاش 0. فهو عمل باسيف انترفيس ديفولت وقف على كله، وبعد كده راح عمل نو no، عمل استثناء على جيج 0 سلاش 0 3 سلاش 2 3 سلاش 1. فدي تعتبر الإجابة الصح بتاعتنا. نكمل بقى companies corporate policy has been updated to require that stateless 1-to-1 and IP version 6 to IP version 6 translation. بصوا يا جماعة لو أنا هعمل نت من IP version 6 ل IP version 6 فأنا هستخدم ال NPT version 6، ودي أنا شرحتها في المحاضرة بتاعت ال IP version 6 تمام. فهو بيقول لك ايه what's the best solution to ensure the complaints with this new policy هي ال NPT version 6 اوكي. بيقول لك refer to the except the network setup is running the RIP routing protocol which two events will occur following link failure between router 2 and router 3. تاني بيقول لك refer to the except، انا عندي دلوقتي RIP version 2 which two events will occur following link failure between router 2 and router 3. لو اللينك ما بينهم وقع ايه اللي هيحصل؟ تشوز 2 router 2 advertise network 2.0 with a hop count of 16 to router 1. فعلا صح، لان كده هتعتبر النتورك دي هتعتبر النتورك دي ايه؟ هتعتبر النتورك دي unreachable بالنسبه لايه؟ لراوتر 1. طب ده كلام جميل. Router 2 will not send in advertisements and will remove route 192.168.0.27 from its routing table. لا ده مش هيحصل، ده مش هيحصل، مش مفيش حاجة ان router 2 كده مش هيعلن عن 2.0 اوكي. طالما هي كان عامل OSP relationship هو هيفضل يعلن عنها، ولكن هيودي الهاب كاونت الراوتر 1 على 16 على النتورك دي، فراوتر 1 هيزود فوق 16 واحد، يبقى كده ايه الهاب كاونت بالنسبة لراوتر 1 17 للنتورك دي، فتعتبر نتورك unreachable تمام. ده بالنسبة لراوتر 1، فانا يعتبر كده فعلا شلت النتورك من الراوتنج تيبل بتاعت راوتر 1. طيب راوتر 1 will reply to router 2 the advertisement for network هنا with hop count of 16. ايوه ده برضه الراوتر واحد هيروح لراوتر 2 يقول له خلي الراوتر 2 ويدفرتايز برضه نفس النتورك بس على هاب كاونت 16 برضه، عشان الراوتر 2 يعتبر النتورك دي يعتبر النتورك دي unreachable تمام.
شفت الميكانيزم؟ الميكانيزم ده احد الديستانس فيكتور بروتوكولز ميكانيزمز، يعني اي بروتوكول ديستانس فيكتور بيكون ليه لوب بريفنشن ميكانيزمز من ضمنه الهوب كاونتس. اوكي، لو انا عندي نتورك بقت داون وانا راوتر 2 عايز يودي يخلي راوتر 1 يسقط النتورك دي من الراوتنج تيبل بتاعته، راوتر 2 يقول له خلي بالك ده الهوب كاونت 16. الهوب كاونت اقصى هوب كاونت يقدر راوتر يعني ايه يروح بيه النتورك 16. لو اكتر من 16 في الريب هيكون ايه، بيعتبر راوتر واحد 2.0 ايه unreachable لو اكتر من 16. تمام، كذلك راوتر واحد اما عرف خلاص النتورك دي بقت داون عايز يخلي برضه راوتر 2 ذات برضه راوتر 2 يسقط النتورك من الراوتنج تيبل، برضه راوتر واحد راح للراوتر 2 وقال له خلي بالك يا راوتر 2 192.168.2.0 الهاب كاونت بتاعتها 16، فراوتر 2 هيزود واحد على 16 فهيبقى 17، هيعتبرها برضه ريتشابل ويسقطها من الراوتنج تيبل. IP version 6 has just deployed to all hosts within a network but not to servers, which feature allows IP version 6 devices to communicate with IP version 4. ده اللي هو النت 64، النت 64 انا قلت النت من IP version 6 ل IP version 4 ده يعتبر نت 64 او نت 64 لو من اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6 نت 46، لو اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 4 نت 44، لو من اي بي فيرجن 6 الاي بي فيرجن 6 ده يعتبر ان بي تي فيرجن 6. اوكي، which address is used by the unicast reverse path forwarding protocol to validate a packet against the routing table. او اليونيكاست ريفرس باث فوردنج بروتوكول ده بيستعمل في ايه؟ بمنتهى البساطه عشان بس نتكلم عنه كده بايه بتفصيل اكتر، لو تحت كده الوايت شيت و ريز بقى نمسح كل الكلام ده. ماذا لو ان انا جيت مثلا على راوتر وهو رابط على راوتر تاني وفي هنا سيرفر، وانا عندي هنا الراوتر وصل على سويتشين، على سويتش وصل على جهازين، ده بي سي 1 وده بي سي 2. تمام، فلو انا جيت دخلت اكسس ديست على بي سي على الراوتر ده، على راوتر مثلا 1 وده راوتر 2، وقلت له ان امنع بي سي 1 ان هو يطلع للسيرفر، لكن بي سي 2 allowed. طب ده كلام جميل، بي سي 1 ده ممكن يعمل اتاك بحيث ان هو يطلع الى الراوتر واي كانه طالع من سورس اي بي بتاعت ايه اللي هو بتاع بي سي 2، واي كانه طالع من بي سي 2. طبعا الاتاك دي بتنجح لو انا ما طبقتش ال لو انا ما طبقتش اليونيكاست ريفرس باث فوروردنج بروتوكول. ليه؟ لان الراوتر اما يجي يوصل له باكيت بيكون فيها سورس اي بي وديستنيشن اي بي، الراوتر دايما بيتشيك على الديستنيشن اي بي، يعني هو دازنت الراوتر دازنت كير اباوت السورس اي بي. فهنا عشان اخلي الراوتر يمنع اتاك زي دي، فانا هخلي بقى الراوتر بيعمل شويه باقي اجراءات، يشوف مثلا انا دلوقتي جات لي باكت تمام من على من جات لي باكت سورس اي بي ديستنيشن اي بي، الراوتر بيسيرش السورس اي بي ويشوف هل فعلا يقدر يوصل للسورس اي بي ده ولا لا، هل السورس اي بي ده فعلا طلع باكت ولا لا. كل الاجراءات دي طبعا البروتوكول ده شغال بقى بالستريكت مود واللوز مود. الستريكت مود الراوتر يقعد بقى يسأل هل الباكت دي جايه من سورس اي بي موجود عندي في الراوتنج تيبل، طب هل انا عندي انترفيس يقدر يروح للباكت دي، وهكذا بيقعد يعمل اجراءات كتير جدا. فالراوتر هنا خلي بالكم هنا بيقول لك which address is used by the unicast reverse path forwarding to validate the packet against the routing table اللي هو السورس ادرس. السورس ادرس تمام، من راوتر A راوتر B are configured with IP version 6 addressing basic routing capabilities using host B version 3. The networks that are advertised from router A don't show up in router B. النتورك بتاعت راوتر A مش موجودة في راوتر B. المشكلة دي يا جماعة لو حصلت ان انت جيت عملت host B version 3 ما بين راوترين وفي عندك networks ما ظهرتش في راوتر، وطبعا هنا بيقول لك after debugging IP version 6 packet message not a router found in the output, why is the routing information not being learned by router P. المشكله دي هتلاقي راوتر من اتنين مش متفعل عليه امر IP version 6 unicast routing. IP version 6 unicast routing دي هتلاقيها مش متفعله على راوتر من اتنين. اوكي، هنا USBF version 3 timers لا، المشكله فعلا في IP version 6 unicast routing. اهي اللي هي في الاختيار دي IP version 6 unicast routing is not enabled on router A or router B. تمام،
For security purposes, an Ivy version 6 traffic filter was configured under various interfaces on the local router. However, shortly after implementing the traffic filter, OSP version 3 neighbor adjacencies were lost. What caused this issue? The traffic filter is blocking all ICP version 6. لا لان الاوس بي مش بيستعمل ICMP version 6 traffic. The global anycast address must be added to the traffic لا to the traffic filter to allow version 3 to work properly. لا برضو الاوس بي version 3 بيعتمد على link local مش global. هنا بيقول لك the link local address were used that were used by OSP version 3 were explicitly denied which caused the neighbor ship to fail. ايوه هو ده الاجابه الصح بتاعتنا لان الاوس بي اف ده بيعتمد على اللينك لوكال ادرس وبما ان انا عملت الفلتر ولكن الاوس بي اف على طول وقف يبقى انا خلي بالكوا لازم اعمل بيرميت على اللينك لوكال ادرس بتاعت الاوس بي اف فيرجن 3. طبعا بقى في المحاضره بتاعت الاي بي فيرجن 6 انا وريتك ازاي بيعتمد الراوتر على اللينك لوكال ادرس في الراوتنج ابديتس. IP version the enterprise network when link has been receiving several denial of service attacks from both IP version 4 and IP version 6 sources which three elements can you use to identify IP version 6 via its header. عشان اعرف ال IP version 6 packet من ال IP version 4 packet تمام. ال IP version 6 بيتميز عن IP version 4 بوجود كذا هيدر. اول هيدر هو الترافيك كلاس. الترافيك كلاس ده بيحمل ده عباره عن تقريبا 6 بيتس ده الكواليتي او بيعبر عن الكواليتي اوف سيرفيس كواليتي اوف سيرفيس بتاعت الباكت. كذلك الفلو ليبل والهاب ليميت دي 3 هيدرز موجوده في الاي بي فيرجن 6 مش موجوده في الاي بي فيرجن 4 وعايز يفرق الاي بي فيرجن 6 عن الاي بي فيرجن 4 باكتس. اوكي طيب which statement about dual stack is true? Dual stack translates IP version 6 address to IP version 4. While a dual stack means that devices are able to run IP version 4 and IP version 6 in parallel. فعلا ال dual stack ده معناه ان ال host اللي عليه ال dual stack configuration يقدر يرن ال IP version 4 وال IP version 6. يعني كل IP version 4 و IP version 6 في نفس الوقت ويتعامل بيهم بالنتورك عادي جدا. اوكي drag and drop drag and drop ال PGP states. تعالوا بقى نشوف تمام هي select and place. تمام هنا ال states بتاعت ال PGP. تعالوا نشوف بقى ال open send. ال open send اول ما في عندك راوترين بربطهم PGP اول حاجة. يعني مثلا انت واقف عند راوتر 1 يبدأ يبعت لراوتر 2 open send message. تمام open send دي يعني الراوتر بعت يعني الراوتر بعت اوبن مسج ومستني اوبن مسج تجيله من الراوتر 2 فهي دي ويت فور ان اوبن مسج. تمام الاوبن كونفيرم ويت فور ا كيب الايف اور نوتيفيكيشن مسج. الكيب الايف مسج ده بيتبعت ما بين راوتر 2 وراوتر 1 بحيث ان هم يعملوا يعني ريفرش على بعض. يعني الراوتر 1 بيبعت كيب الايف مسج الى او باكيتس الى راوتر 2 عشان الراوتر 2 يكون متاكد ان الراوتر 1 از اكتف وكذلك راوتر 1 مع راوتر 2. طيب الايدل طب الاستابليشد الاستابليشد كونكشن لما يكون راوتر في حاله استابليشد يعني الكونكشن تم وفي ابديت ونوتيفيكيشن وكيب الايف مسج بتتبعت ما بين البيرز ده اللي هو الابديت نوتيفيكيشن وكيب الايف مسجز بتتبعت. الايدل الراوتر في حاله ايدل يعني هو عمل ريفيوز للكونكشن. اوكي عمل ريفيوز للكونكشن والكونكت الكونكت اما الراوتر هنا في حاله كونكت يعني هو خلاص وقف خلاص هو دلوقتي wait for the connection to be completed. يعني راوتر 1 بيقول لك انا بص انا من ناحيتي باشمهندس احمد انا ده من ناحيتي الكونكشن خلاص انا عملته تمام ولكن انا مستني راوتر 2 ياكد لي. والاكتف بقى هي الباقي listen for an accept connection. اوكي هو ده الاجابه بتاعتي. نروح الى النكست. Which traffic does the following configuration allow? IP version 6 access list Cisco permit IP version 6 host تمام ولاين في تي واي ده بيوازي الاكسس كلاس بتاع اي بي فيرجن 4. اما انت يكون عندك الراوتر دلوقتي مثلا الراوتر ده واصل على نتورك اوكي
النتورك دي مثلا اها النتورك دي مثلا 10.0.0.0/24، وانا عايز اخلي اسمح بالتلنت كونكشن او اس اس كونكشن من الانسايد بس، كنت بعمل اكسس دست واعمل بيرميت على الاي بي ده، وبعدين اخش تحت اللاين بي تي واي واعمل ايه، اعمل اي بي اكسس كلاس واعرف بيه الاكسس دست اللي هي شايله بيرميشن على السبنت دي اللي مثلا اكسس دست 1. اوكي، هو عمل نفس القصه بس مع ايه، مع اي بي، مع الاي بي فيجن 6. فهنا يعني انا هنا هسمح بكونكشن ال في تي واي من الايه الاي بي ده بس، الاي بي ده بس، تمام كده، لان هو بيقول اي بي فيرجن 6 هوست بيرميت اي بي فيرجن 6 هوست 2001 دي بي 804 دبل دبل كونفرس 32 اني، تمام، يروح لاني لاي اي بي، تمام، اي كيو اس اس اتش. انا كده فعلت خاصيه، يعني انا كده فسمحت الكونكشن الهوست ده ان هو يروح لاي اي بي على الاس اس اتش، وبما ان انا عرفته تحت اللاين في تي واي فاصبح الراوتر هيقبل ده. وخلي بالكم الاكسس كلاس هنا ان، فهنا الراوتر هيسمح بالدخول الى الفي تي واي بس من جوه من انسايد. هنا بيقول لك اونلي اس اس اتش، هنا اول ترافيك تو في تي واي 04 فروم سورس 2001 ده مش عارف الاي بي ده، all traffic to VTY، لا مش all traffic لان VTY فيه SSH و telnet وكذا بروتوكول، لا هو سمح بال SSH بس، only SSH traffic to VTY 04 from source all، لا only SSH traffic to VTY 04 from source 2001، لا دي معانا هي دي. Which method allows IP version 6 to IP version and IP version 4 and IP version 6 to work together without requiring but to be used for a single connection during the migration process. هنا بيقول لك ايه الميثود، الميكانيزم اللي هسمح بيه الاي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6 ان هم يشتغلوا مع بعض. ده كده الديوال ستاك ميثود، تمام، ده الديوال ستاك ميثود. which IP version 6 address type is being sent is seen as the next hub address in the output of the show IP version 6 rib next generation database command. rib next generation ده النيم، خلي بالكو ده مش جزء من امر، ده اسم. يعني لما اجي اعمل rib اي بي فيجن 6 بعمل اي بي فيجن 6 راوتر rib وبعدين بعمل الاسم، فهو اداله اسم كده rib next generation. طيب لو انت عملت شو اي بي راوت مثلا، او جيت عملت شو اي بي فيجن 6 راوت او اي بي فيجن 6 rib، شو اي بي فيجن 6 rib next generation database، انا بيظهر لي اللينك لوكال اي بيز، تمام، لينك لوكال اي بي فيجن 6 مش جلوبال. يعني الراوتر بيقول لك انا عارف النتورك الفلانيه عن طريق اللينك لوكال بتاع الراوتر الفلاني، تمام، فده الايه اللينك لوكال هنا. Which statement about the NPT version 6 protocol is true? It's used to translate IP version 4 prefixes to IP version 6. لا مش معانا. It's used to translate an IP version 6 address prefix to another IP version 6 prefix. هي دي الإجابة الصح. Refer to the except the command is executed while configuring point to point to multi point. Okay. Which type of IP version 6 address is portrayed in the except? ده الـ IP اللي قدامي ده اي بي فيرجن، ده اي بي فيرجن 6 لينك لوكال، هو بيقول لك ايه نوع الاي بي اللي هنا، ده لينك لوكال. وكذلك انا في لاب الاو اس بي اف بلس الريب ريديستريبيوشن اون اي بي فيرجن 6 وريتك برضه جزئيه في اللاب ازاي اعمل فريم ريلي او او اس بي اف فيرجن 3 اوفر فريم ريلي، ووريتك الاستاتيك ماب اللي بيتعمل على لينك لوكال، تمام. فده فعلا انا بربط حتى في الاستاتيك ماب الفريم ريلي في الاي بي فيرجن 6، انا عايز الراوتر الفلاني يروح للدلس الفلانيه على الاي بي الفلاني، فانا بكتب الاي بي فيرجن 6 لينك لوكال مش الجلوبال. which options prevents route updates from being sent to access layer switches. انا دلوقتي عايز الاوبشن او الاوامر اللي تمنع وصول الابديتس للاكسس سويتشز اللي هي دي، تمام. طيب ايه الاوامر بقى، تعالوا نبص. هو على دي اس دبليو 1 باسيف انترفيس ديفولت، لا مش هتنفع دي مش هتنفع باسيف انترفيس ديفولت، دي باسيف انترفيس ديفولت. طيب في هنا اي ال اس، ايه الاي ال اس دي، الاي ال اس ممكن يكون قصده الاي ال اس اللي هي الاي ال اس دبليو، اوكي تمام. passive interface default passive interface default لا برضو. طب ال DSW1 passive interface gig 1/1 1/1 و DS1 1/2
1 سلاش 1 و1 سلاش 2 تمام، و 1 سلاش 1 و1 سلاش 2 برضه على الدي اس دبليو 2. ايوه هي دي الاجابه الصح، هي دي الاجابه الصح، لان هو منع خروج الابديتس من الدي اس دبليو 2 على 1 سلاش 2 و1 سلاش 1، وكذلك دي اس دبليو 1 على 1 سلاش 1 و1 سلاش 2، بالتالي مش هتوصل الابديتس الى الاس دبليو 1 والاس دبليو 2. اوكي بيقول لك a network engineer is considering enabling load balance with IP version EIGRP. Which consideration should be analyzed? EIGRP allows maximum four path passes across four load balancing. ماشي. By default EIGRP uses a default variance of two. لا ده مش by default. EIGRP unequal path load balancing can result in routing loops. لا برضو دي مش معايا. By default EIGRP performs equal cost. فعلا by default EIGRP performs equal cost load balancing at least across four equal cost paths. ايوه هي دي الاجابه الصح. انا بالمناسبه في المحاضره بتاعت ال EIGRP load balance انا شرحت ال IP EIGRP ال EIGRP by default بي سبورت اللود بالانس الايكوال لود بالانس اوفر ايكوال كوست باثس فور ايكوال كوست باثس. طيب تمام. Network engineer executes IP version 6 flow set. ال flow set هنا ده فيما يعني ده يوازي ال trace route. تمام، وقلنا ال الجهاز لو عايز يتتبع IP version 6 address بيتتبعه بالامر اللي هو بتاع ال flow set، وبيبعت باكت 1280 او اكبر من 1280 بايت. تمام، وقلت برضو ان هي ده اللي بيحدد الفلو ليبل اللي بتبقى يعني الفلو سيت دي بيبعت الباكت بيكون انكلودد جواها الفلو ليبل. الفلو ليبل فهنا فلو ليبل ماركينج ان 1280 بايت اور لارجر باكتس از انيبل. ايوه صح، انا شرحت الجزئيه دي يا جماعه في المحاضره بتاعت الاي بي فيرجن 6 بتاعت الاي بي فيرجن 6 فلو سيت. تمام طيب، اللي يلاقي شويه حاجات انا بعديها كده يا جماعه يرجع لها في المحاضرات الشرح، لان يعني في محاضرات الشرح انا شرحت الايه الاجزاء كتير من اللي جت في الامتحان هنا. تمام، هنا a router receives a routing advertisement for the same prefix and subnet from four different routing protocols. Which advertisement is installed on the routing table. هنا بيقول لك ايه، ان في راوتر استلم اعلان عن نتورك بس عن طريق اربعة different routing protocol، مرة من EIGRP مرة بي جي بي مرة OSPF مثلا مرة RIP. فهو بيقول لك ايه ال advertisement اللي هيكون موجود في الراوتنج تيبل. هنا الراوتر طالما عارف نتورك عن طريق EIGRP و OSPF و RIP، هنا مثلا مش هيلتجئ الى المتريك، لان كل راوتنج بروتوكول من دول ليه متريك مختلفه، هيلتجئ الى الايه الادمنستريتيف ديستانس. طب الادمنستريتيف ديستانس هنا هيلتجئ للراوتنج تيبل الراوتنج بروتوكول الاقل ادمنستريتيف ديستانس. طب الريب الادمنستريتيف ديستانس بتاعه 120 وال OSPF 110 الاي بي جي بي 200 EIGRP كام 90، فهو كده هيسجل الراوتنج الراوتنج انفورميشن بتاعت الـ EIGRP في الراوتنج تيبل بتاعته هنا. Which option is invalid when configuring Yoni cost reverse path forwarding allow self ping to router ولا allow default route. Which option is invalid when configuring Yoni cost URPF URPF تمام، المفترض هي source reachable via path source reachable via path. ال via path هنا يقصد ان يعني مثلا اقدر اوصل للسورس دي عن طريق كذا كذا لينك. لا فدي هي دي اللي فعلا الاوبشن اللي هي الانفاليد اللي هي مش موجوده او بتتلغي في حاله يعني هنا الراوتر بيلغي احتماليه ان هو يقدر يوصل للسورس دي عن طريق كذا لينك. تمام، فهي دي source reachable via path. المودز بتاعت اليوني كاست ريفر باث فورورد. تمام، ال strict mode وال loose mode زي ما انا قلت. تمام، وفي مود تالتة اللي هي ال VRF. في مود تالتة اللي هي strict mode وال loose mode وال VRF mode. تمام طيب، نطلع برضو what function of NPT version 6. هنا دي ال it's checksum neutral. اها وهنا بيقول لك الفيلتر ده اكزابت وين سمرايزنج ذيس راوتس ويتش راوت ات سمرايزد راوت. بصوا يا شباب، انا عندي هنا راوتر استلم اعلان
ل 3 نتورك اي بي فيرجن 6 2001 دي بي 807 و 08 و 09 من نفس الراوتر. لو انتوا لاحظتوا هنا من نفس الراوتر، من يعني استلم الاعلان ده من نفس الراوتر لان على نفس الانترفيس. اوكي، هو عايز يسمرايز دول، هو عايز ايه؟ سمرايز دول. طيب انا عشان اعمل لهم سمرايزيشن، هم مشتركين بكام بت؟ طيب ده كلام جميل، هو كام؟ 2001. تعالوا بقى نعمل الحسبه بتاعتها هنا، ده بقى اي بي فيرجن 6 السمرايزيشن. انا عندي هنا 2001 دبل كولوم دي بي، دي بي 8 صح ولا لا؟ دي بي 8 تي بي 8 تمام. 07 07 دبل دبل كولوم سلاش 64 مرة على 8 ومرة على 9 دبل دبل كولوم سلاش 64 من دبل دبل كولوم سلاش 64. هما انا دلوقتي عايز اعمل لهم سمرايزيشن، فانا هبدأ ازاي؟ بصوا يا شباب، تعالوا الاول نشوف هي السبعه دي، المفترض السبعه دي والثمانيه والتسعه طالما مكتوبين كده ففي ليدنج زيروز قبلها، السبعه دي عباره عن 7 0 0 0 صح ولا لا؟ طيب حلو قوي. الثمانية نفس الكلام، انا كده بكتب بالهكسة. اوكي طيب ده كلام جميل. تعالوا بقى نحول السبعة، السبعة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن واحد واثنين واربعة، يعني انا عندي واحد اثنين اربعة تمانية، فهي عبارة عن واحد واثنين واربعة. التمانية عبارة عن تمانية وهنا صفر 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 وهنا صفر، والتسعة عبارة عن التسعة هنا عبارة عن ايه؟ التسعة التسعة هنا عبارة عن تمانية واحد تمام. طيب ده كلام جميل، هم متشابهين في وبقى هم كام؟ يعني هنا الباقي تحويلة السبعة هنا صفر 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 صفر، والتمانية برضو هنا اهو، والتسعة نفس الكلام. طيب ده كلام جميل، هم متطابقين لحد الايه؟ لحد التلات اصفار دول بالهكسة تمام. يعني كل واحد باربعة يعني دول 12. لو انا طرحت ال 64 ناقص 12 تمام، هتديني كام؟ هتديني 5 وهنا 2، هتديني 52. وكذلك متطابقين في اربع اصفار في ما بين السبعه والثمانيه والتسعه، يعني السبعه والثمانيه والتسعه انا حولتهم لباينري، فهم متفق يعني هم كده متطابقين في الثلاث اصفار دول اللي هم 12 صفر ان باينري، وكذلك دول وكذلك دول اللي هم الاربعه. فانا لو طرحت 52 ناقص 4 هتديني كام؟ هتديني 48. فافضل سمرايزيشن عندي هنا تمام هو هيكون 7 دبل دبل كولوم سلاش 40 سلاش 48 تمام. لا مش هيكون 7 بقى، ده هيكون من اول اللي هيكون 0 هيكون سلاش 48 اوكي. فانا هشيل 0 دي خالص اصلا وهي بتبقى في سلاش 48. ايوه اهي هي دي تمام. Okay, after you review the output of the command show IP version 6 interface brief, you see that several IP version 6 addresses have 16 hexadecimal value of the EEE inserted into the address. The EOI 64. IEEE EOI was implemented. حتى بيقول لك based on the information, what do you conclude about these IP version 6 addresses? The IEEE EOI 64. بيقول لك which option represents the minimal configuration that allows inbound traffic from 172.168.0.1.0 network to successfully enter router TUT. دلوقتي which option represents the minimal configuration that allow inbound traffic from اهو to successfully enter router while also limiting spoofed 10.0.0.8 hosts that could enter router TUT. طيب انا هعمل يونيكاست راوتر. اوكي ده انا كده هعمل يونيكاست هعمل يونيكاست اليونيكاست سيرفر باث راوتنج. فايه الكونفيجريشن بقى اللي انا هحطها؟ الاي بي في هنا اي بي سي اف انترفيس فاست تنزل 0 اي بي فيريفاي يونيكاست سورس ريتشبل فيا الار اكس الاو ديفولت تمام. هو هنا عمل على تي يو تي اي بي راوت 10.0.0.255.0.0.0 اطلع من فاصل 8.0.1 وكذلك ديفولت ستاتيك راوت من 0.0 which option represents the minimum configuration. اوكي تمام. هي المفترض اول امر هنا، يعني هو ده امر اول امر انا عندي كده هو صح فعلا، ده انا كده هقدر اسمح بالانباوند ترافيك من النتورك دي، وكذلك همنع الاسبوفينج تمام عن 10.0.0.8
اوكي لان هي محطوطه هنا. انا بمنتهى البساطه طالما الراوتر عارف 10 0 0 8 من فصل 2 0 سلاش 1، فانا تحت فصل 2 0 سلاش 0 انا عملت خليت الراوتر يعمل فيريفاي على يونيكاست سورس ريتشبل الاو ديفولت، يعني كده هخلي الراوتر يقفش اي اي بي 10 0 0 0 تمام كده جاي من فصل 2 0 سلاش 0. اوكي هخليه يعملها دروب. اوكي انا عندي الامر كده كده هو كده ما يعتبر مكتوب صح تمام. انا اعتبر خلصت. اتمنى تكون محاضرة عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.